قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم تعيين طارق كيال مشرفا على المنتخب الأول، وذلك بعد اجتماع عقده مجلس الاتحاد برئاسة أحمد عيد في العاصمة الرياض. وتم خلال الاجتماع اعتماد إقامة مباراة كأس السوبر المحلي بين الأهلي والهلال في العاصمة البريطانية لندن للعام الثاني على التوالي. تأهل منتخب بولندا إلى ربع نهائي كأس أوروبا بفوزه على سويسرا بركلات الترجيح بخمسة أهداف مقابل أربعة بعد تعادلهما بهدف لمثله في الوقتين الأصلي والإضافي.